إلى حد بعيد يتوقف مسار ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية على الزيارة التي يقوم بها الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين لبيروت بحلول الاثنين المقبل، وقبل أن يحط في لبنان تتكف المشاورات على المستوى الرسمي اللبناني وخصوصا على المستوى الرئاسي لتنسيق موقف موحد وإبلاغه إلى الوسيط الأمريكي. الوسيط الأمريكي عليه مسؤولية لا أن يأتي كزائر موسمي في هذا الموضوع. من يريد أن يلعب دور الوساطة عليه أن يتواجد وأن يقوم بما هو مطلوب منه على صعيد تسهيل عملية التفاوض وليس الانحياز إلى أي طرف، لا الإسرائيلي ولا اللبناني. نحن نأمل أن يكون هذا الدور حاضرا ومتوازنا، وبكل الأحوال نحن نتعاطى بكثير من الحذر والانتباه والتركيز على الخطوات المقبلة حتى لا يستفيد الإسرائيلي من الوقت. لا أعتقد أن هناك مهل زمنية محددة لعملية التفاوض. الأمر منوط بالجهة الرسمية بالدولة بمؤسساتها، هي التي تحدد الآليات وتحدد الجدول الزمني المطلوب. لكن هنا أود الإشارة إلى مسألة أساسية، لبنان تخلف عن القيام بما هو مطلوب فيها وهي المباشرة بالتنقيب عن الغاز في المنطقة والضغط باتجاه أن تتحمل الشركات التي رست عليها عملية التلزيم الضغط باتجاه أن تباشر في الحفر في البلوك رقم 9. هذا الأمر نظرنا إليه أو ننظر إليه بعين الغيبة. فمسألة الحدود البحرية مسألة سيادية لا تحتمل طرف المزايدات والشعبوية، بل تقتضي اعتماد لغة لبنانية واحدة في مواجهة عدو شرس. نحن ما زلنا على موقفنا بأن نذهب إلى مفاوضات أولا من موقع القوة ومن قناعة راسخة وموقف ثابت بأن لا تنازل عن ذرة تراب على مستوى البر ولا نقطة مياه أو أي مساحة مهما صغرت على مستوى البحر. هذه ثروة لبنانية، هذا حمايتها تعمدت بدماء آلاف الشهداء، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يفرط فيها على الإطلاق. موقفنا اليوم هو موقف قوي ويجب أن يستثمر إلى أقصى حد. نحن لا نريد الاعتداء على أحد، لكن لن نسمح تحت أي اعتبار بالتخلي أو بمصادرة أبسط كمية ممكنة من الغاز الموجود في تلك المنطقة. أما حسم خطوط الترسيم فمتروك للجهات الرسمية اللبنانية المشرفة على المفاوضات. الخط 29 ليس حقل، هو خط يرسم حدود افتراضية. الجهة اللبنانية التقنية انطلقت يومها من أن المفاوضات تبدأ من هذا الخط. بالنسبة إلينا الأمر متروك للإدارة المعنية بالتفاوض برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، هو وفق النص الدستوري المعني بإدارة هذه المفاوضات والإشراف عليها. في أي نقطة يرى أن هناك مصلحة للبنان وأن هناك حق للبنان نحن ملتزمون وسنصطف خلف هذا الموقف مقاومة وشعبا، وأعتقد أن الجيش هو جزء من هذه، مكمل وأساسي في هذه العملية لحماية الحق اللبناني. في الجانب الإسرائيلي كان اللافت خلال الساعات القليلة الماضية إعلان عدد من الوزراء الصهاينة أن الباخرة إنرجيان باور اليونانية التي استخدمتها إسرائيل إلى تخوم حقل كريش لن تستخرج الغاز من المنطقة المتنازع عليها، وإذ كانوا قد زعموا أن منصة هذه السفينة تقع فيما وصفوها بأراضٍ إسرائيلية.